هذه النقطة. نرجع إلى أنه آخر اتهام والذي لم يكن في الحسبان تم توجيهه لتبون، وكان ذلك قبل الانتخابات الرئاسية. خلينا نسمع لهذا الاتهام وبعد ذلك نقوم بالتعليق. القادمة مهزلة، ورئيس القادم مهما كان، رئيس القادم مهما كان هو يا إما تبون يا إما نيوبي يا إما بالعيد. هذا اللي راه مراهن عليهم القيد صالح. لكن 70% أنا قاعد نشوف أو 80% تبون، لأنه تبون راضي عليه الإمارات وراضي عليه فرنسا وراضي عليه القيد صالح طبعا وراضي عليه نتاع يدعوت أهانوت. هو صح يدعوت أحرمت إلى 4-1 خلاص تاع شالون خلاص. الأستاذ الجامعي هذاك بن عقول هو اللي قال بلي تبون من أصول يهودية، أصله من يهود، من يهود ذات اسم سيلت وسافر لبيض. من شنو قلتها؟ قال الأستاذ الجامعي حسب كتب التاريخ واش راهو قال نزلت من فيديو. الأستاذ الجامعي بن عقول راه يقول بلي تبون من أصول يهود الأقدام السوداء وأصله من تيسو سيلت وهاجروا لبيض. إذا ما كانش اللي غلطنا والدعوة القضائية اللي كانوا الحين ضده خوفوه اعتذر منهم وقال لي يا خاص مازلتش تعاود، لكن بن زديرة تربى عليه دعوة في الجزائر أو في بريطانيا ومش ساكت. والله ماني ساكت، بنت بن يهودي يهودي حتى كتبتوا لنا صاحب اللي الأستاذ راهو غلط ما تغطوش عليه وقلتوا له قول، لأنه أنا الكلام هذا أنا قلت له الأستاذ الجامعي اللي راهو الفيديو موجود. إذا بنت بن من أصول يهودية من الأقدام السوداء في الجزائر، أصله من تسم سيلت، هاجر إلى البيض، هو الرئيس القادم للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العظمى بعز دين العظمى في خاطر القيد صالح. هذه المهزلة هذه ستمر ما لم يقف الشعب الجزائري وقفة رجل واحد ضد هذا الفساد، ضد استمرار منظومة حكم بوتفليقة الفاسدة. أنا علاش كل المؤشرات تقول أنه أنه تبون هو رئيس القادم؟ لماذا؟ لأنه أنا قلت لكم الكلام هذا من قبل وقالوا لي ناس قبلت معهم في باريس، قبلت معهم في لندن، قبل يعني ناس من داخل المطبخ الجزائري. قال لي السيد جمارة متفق على تبون، قلت له ما كانش منها، قال لي اصبر بلا يعني عندها شعور قلت لكم. لكن ما يؤكد هذا الكلام أنه قلت لكم أنا فيما سبق يا الشعب الجزائري أن منظومة حكم بوتفليقة، برنامج بوتفليقة هو برنامج صهيوني تم إعداده في أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة من قبل مستشارين إسرائيليين صهيونيين مقره في أبو ظبي. وهذا المستشارين اللي أعطوا البرنامج أو خارطة العمل لبوتفليقة، هذه الخارطة لا تتعلق بشخص بوتفليقة بل هي برنامج يطبق في الجزائر مهما كان الرجل الذي يطبق هذا البرنامج. بوتفليقة أو القيد صالح أو تبون أو نيهوبي أو بن قرينة أو بن فلوس أو أي واحد. المخطط هدايا تبون والأرشيف موجود، أقسم بالله ثلاث مرات، أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله غير برنامج فخامة رئيس بوتفليقة سيستمر وسينفذ مهما كانت الظروف. تبون قال الكلام هذا. إذا هذا الكلام قرروه له وحفظوه له بلي البرنامج هو الذي سيستكمل وليس بوتفليقة. يعني المشكلة مش بوتفليقة يكمل وما يكملش، بوتفليقة مغطى عليه يتخم يموت يروح الواد يتخم على بلاش نعزلو. هذا هما يقولوا الصهاينة جماعة أبو ظبي يقول لك أنا بوتفليقة ما يهمناش، كنا نراه نوع حساب بوتفليقة لما كان بقيته، لكن لما بوتفليقة الآن سقط ما يهمناش، يهمنا أن البرنامج يستمر. من سيؤكد أو يحرص أو يضمن استمرار البرنامج من بين 5 متصعين؟ هذا السؤال مطروح. من يضمن استمرار البرنامج الصهيوني الذي كان يطبقه بوتفليقة في الجزائر من بين 5 متصعين الذي توفر فيه الشروط لتنفيذ البرنامج لاستمرار البرنامج الصهيوني هو تبون؟ هذه الحقيقة. إذا تبون هو الرئيس القادم مهما كانت الظروف. أمر لا يحتاج إلى توضيح بين.
أولا وقبل كل شيء هنا نقطة يجب الإشارة إليها، أنه هذا المدون مؤخرا رد علي فيما يخص الاتهامات التي وجهت لتبون بالتورط في تصفية القايد صالح، زعم بأنه القايد صالح كان رافد سكين، هكذا بالحرف الواحد قالها، رافد سكين لتبون، وتبون قابله بوردة، وهذا اللي أثر فيه معنويا وخلاه أنب ضميره حتى مات بذبحة صدرية. الشعور بالذنب أنه أنا كنت نحفر له كما يقول لك الناس في قبر مو واربني بالفاس، بالعكس يعني يقول لك أنا كنت نحفر التبون باش يربح الدين يهودي، لأنهم غلطوني الخونة اللي راهم يخلصوا في الحبس وسين أبو عزة ومن معه، غلطوني كنت ماشي معاهم، كنت ماشي معاهم نديه الواد هو يقول محلى برودو، لكن بعد اكتشفت أنه كان غلط. إذا الناس اللي يعرفوا قيمة الكلمة، الرجال اللي يعرفوا قيمة الكلمة، هذه أكثر من رصاصة تصدر. أنه واحد يجيك تضربه بكف وهو يجي يقدم لك وردة، هذا وش صرا ما بين تبون وما بين القايد صالح؟ القايد صالح كان رافد الموس وراح يطعن تبون ويخرجوا خاسر في الانتخابات لأنهم الخونة غلطوه، لكن تبون جاه بوردة وقال له تفضل هذه الوردة، وردة السلام. إذا هذه تكفي لقتل جيش وليس قتل شخص، ليعرفوا قيمة الكلمة ويعرفوا قيمة الرجلة ويعرفوا قيمة المواقف. والآن هنا يقول بأنه تبون راضي عليه القايد صالح وكذا وكذا وكذا، الأمر واضح. أمر آخر أنه أكد وأجزم بأن تبون من أصول يهودية، وهذا الكلام ورد على أحد لسان أحد الأشخاص، وبعد ذلك اعتذر وتم الضغط عليه ومش نعرف واش ماذا حدث بالضبط على حسب ما يحكي هذا المدون. أمر آخر يقول بأنه برنامج تبون برنامج صهيوني، يعني هذا الشخص اللي الآن يشن في حملة لصالح طرف معين في الجزائر ضد المغرب، وعلى أساس أنه المخزن صهيوني وأنه يحارب ما سماهم الصهاربة، معناها المغاربة والصهاينة، وبذلك ها هو بنفسه قبل انتخابات 12 ديسمبر 2019 يتهم تبون أن لديه برنامج صهيوني وإسرائيلي تم طبخه من طرف إسرائيليين في الإمارات العربية المتحدة. هذا مش كلام أنا لا أكده ولا أنفيه، يتحمل مسؤوليته من؟ ليس هذا المدون الصغير، لكن الذي يتحمله هو الجنرال ووزير الدفاع، ورجل كان كبير في السلطة، كبير بمفهوم السلم وبمفهوم الهيمنة وليس بمفهوم القيمة الأخلاقية والسياسية طبعا. إذن خالد نزار كان يتهم عبد المجيد تبون بأن أصله يهودي وأنه من الأقدام السوداء وأن لديه برنامج طبخ في الإمارات العربية المتحدة وتم طبخه من طرف مستشارين صهاينة وإسرائيليين. هذا الآن هذا هو الكلام،